ألو، مساء الخير، اسمعيني جيدا، أنا مستعجل. ما الأمر؟ في الساعة العاشرة إلا ربعا شاهدي برنامج ضيف وحدث في تلفزة قطر. أنا وأمين ضيفا البرنامج. رائع، أخيرا سأراك ولو عبر الشاشة. يا عصام، أبوك معنا، هل تريد أن تسلم عليه؟ ليس عندي الوقت الكافي لأتكلم معه الآن، سأكلمك من جديد بعد البرنامج. سأكون في انتظارك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. سيداتي، آنساتي، سادتي، مرحبا بكم في برنامجكم هذا ضيف وحدث. ضيفان اليوم هما الأخوان عصام شكري وأمين الطرابلسي. أهلا وسهلا بكما. أهلا. أهلا. أنتما رحالتان بصدد إنجاز استطلاع عن العالم الإسلامي، أليس كذلك؟ فعلا هذا قصدنا. متى ومن أين بدأتما رحلتكما؟ انطلقنا من مدينة عمان حيث نسكن عادة، واستغرق سفرنا حتى قطر حوالي 8 أشهر. يا سلام، هذه مدة طويلة. أكيد، ولكن مهمة الصحفي ليست سهلة، هي مهمة تحتاج إلى وقت وصبر. طبعا، وكم بلدا زرتما حتى الآن؟ 11 بلدا و16 مدينة، ولكن هذا لا يعني أننا زرنا كل البلدان الإسلامية. لماذا؟ لأن ميزانيتنا محدودة، لو استطعنا لذهبنا إلى كل بلد إسلامي، ولكن... هل حصلتم على المعلومات الكافية لتحقيق مشروعكما؟ ما زلنا نجمعها ولن تكون جاهزة حتى نرجع إلى عمان. تكلمنا عن الماضي، وماذا عن المستقبل؟ سنتوجه إلى أبوظبي وباكستان وبنغلاديش وماليزيا إن شاء الله. إن شاء الله، أتمنى لكما سفرا مفيدا، وشكرا لكما على هذه المقابلة. الشكر لك، وتحية لتلفزة قطر. إلى هنا. انتهى، هيا حان وقت النوم. ريم نائمة. لا بأس، سأحملها إلى سريرها. تصبح على خير يا جدي. ليلة سعيدة يا طارق. اسمعي جيدا، أنا مستعجل. اسمعي جيدا، أنا مستعجل. في الساعة العاشرة إلا ربعا أخيرا سأراك ولو عبر الشاشة. يا عصام، أبوك معنا، هل تريد أن تسلم عليه؟ سأكلمك من جديد بعد البرنامج. أنتما رحالتان بصدد إنجاز استطلاع عن العالم الإسلامي. متى ومن أين بدأتما رحلتكما؟ استغرق سفرنا حتى قطر حوالي 8 أشهر. وكم بلدا زرتما حتى الآن؟ لو استطعنا لذهبنا إلى كل بلد إسلامي. تكلمنا عن الماضي، وماذا عن المستقبل؟ سنتوجه إلى أبوظبي وباكستان.
أتمنى لكما سفرا مفيدا. أتمنى لكما سفرا مفيدا. شكرا لكما على هذه المقابلة. شكرا لكما على هذه المقابلة. انتهى، هيا حان وقت النوم. انتهى، هيا حان وقت النوم. تصبح على خير يا جدي. تصبح على خير يا جدي.